بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول السلام. يقول مولانا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي ما فماش رسول ما عندوش دوران، هو ترغيب وترهيب، هو بشر وتحذير، مش لاعب. الرسول الكرام عندهم شاكان سي ميسيون بيرسونيل، مش لعب تاع لعب. تو لي بروفيت اي تو لي ميساجي كو لا بي دالا سوا سور او اون اون ميسيون بيرسونيل، اي l'ultime rasoul, l'ultime prophète, parce que ces deux mots-là ont été cités dans le Coran concernant notre maître bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Mohammed, c'est un prophète et messager arabe. Arabe, arabe. Il faut chercher pourquoi il y a eu ce choix divin. Il faut chercher pourquoi. Eh bien, une première réponse, parce qu'il a atteint le maximum des belles attitudes, des belles paroles, des belles qualités, etc. etc. Maulana, Dieu nous dit, concernant notre leader, que la paix d'Allah soit sur lui, « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim ». C'est-à-dire, ta réalité signifie que tu as toutes les qualités, les bonnes qualités supérieures. C'est-à-dire, tous les autres prophètes et messagers ont d'autres niveaux plus bas que le tien. Il dit « Wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirina wa mundirin wa yujadilu alladhina kafaru bil-batil liyudhidu bil-haq واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. نحن نراه في الآيات هذه حكم إلهية اللي يهتم بها ويحاول كل جهده باش يطبق البعض منها إلا ويكون من الفائزين هنا ومن المرتاحين أثناء حياتهم البرزخية ومن الناجحين المفلحين في الآخرة. سماش منا حاجة فيها كما تقول انت confusion، يعني خلط. هؤلاء آمنوا بربهم وناقشوش في لا شك، وأسلموا أمرهم كله لله، ما عندهمش رأي مع ربي، أمر الله أمر الله، ما عندكش آخر أمر مش تبكوا تتبعوا أبدا. لهذا افهموا يا ناس، افهموا يا ناس، راهو الإسلام مش لعبة. الإسلام أحسن طريق يتخذه الإنسان ليكون إنسان، يكون إنسان. الآن أنتم في مغلبكم عبر التاريخ كله بنا حيوانات وشياطين في صورة إنسان، ما نجموش يقولوا أكثر من قالوا ربي. هؤلاء هذا النوع اللي الأكثرية صعقة تنتمي إليه هو أشر حال من الحيوان. مش عندك ما تقول قدام كلام الرحمن، مش عندك ما تقول، خاصة أنك اللي يسخروا منك. قال الإخوان جيو الإخوان المسلمين، سيادك سيادك أعطيني اليوم شكون منكم يجب يفكر مش يطبق ما يحققه إخواننا المجاهدون الأشاوس النجباء في أرض الميدان. أشكون قاعد يهدم في بنيان دم طويلا طويلا وهو معروف بطغياني وغروري وعلوي واستكباري؟ أشكون عندكم أنتم هذا النوع؟ هذا النوع لما يكون لكلنا هي قلل الحياة. يلي عندكم أنتم كلمة تكل تحبوا تشوهونا إخوانجية إخوان المسلمين، يسي هذوكم سيادك،
أنت من أهل الجحيم دمت على هذه السيرة، سيرة الحمقى، سيرة اللي هكا أنا ما عندوش هكا أي طاقة ولا أي نية باش يوجه نظره إلى أشياء أخرى غير اللي يمن بيه، يمن بيه موش عنده حتى حجة على أن اللي آمن به هو الحقيقة والمخلصة. نعود إن شاء الرحمن.